سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة، إليكم أبرز عناوينها. الفريق أحمد جيد صالح يحيي روح الإخلاص والتفاني والوفاء لقيم السلف لدى أفراد الجيش الوطني الشعبي، ويدعو في اليوم الرابع من زيارته للناحية العسكرية الرابعة إلى مواصلة تعزيز قدرات التكوين والرفع من الجاهزية القتالية. الهيئة الوطنية للوسطة والحوار تواصل لقاءاتها التشاورية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، وفي النشرة تثمين لدور الجيش ومرافقته للذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأجل. تنفيذا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي، تنصيب المجلس الوطني لشعبة الإبل لتحسين وتطوير هذه الشعبة. وفي الأخيرة، التلفزيون الجزائري يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الجمهور من متابعة الأخبار والتواصل التفاعلي بخصوص مختلف البرامج. تحية مجددة. تميز اليوم الرابع من زيارة الفريق أحمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الرابعة بتفتيش بعض وحدات الناحية وترأس اجتماع عمل مع أركان الناحية ومسؤولي المصالح الأمنية، تقول سكينة محمود عليان. في البداية وبمدخل مقر قيادة الناحية وبمعية اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل شيحاني بشير الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار. ليترأس بعد ذلك السيد الفريق اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية والمديرين الجهويين. استمع خلاله إلى عرض شامل حول إقليم الاختصاص قدمه قائد الناحية. بعدها ألقى السيد الفريق كلمة توجيهية ذكر فيها بأهمية تضافر الجهود وتناسق الأعمال وتكاملها أسوة بالأسلاف الميامين. إن تضافر الجهود وتناسق الأعمال هو المسلك الأنجع المؤدي إلى توجيه القوى وتجميعها لتصبب كاملها في جهد رئيسي واحد، وذلكم هو الهدف الأسمى الذي نعمل على بلوغه بصفة أكيدة، وهذا يستوجب بالضرورة تفرد أفراد الجيش الوطني الشعبي بصفات الإخلاص والتفاني وتشبعهم بشيم الوفاء وحب الوطن أسوة بأسلافهم الميامين الذين تمسكوا بأرضهم وبكل ما تمثله هذه الأرض الطيبة من مروث حضاري وثقافي ثري من رصيد تاريخ وطني عميق، واستطاعوا بذلك أن يسمعوا صوت الحق ويعتلوا العز والمجد ويرتقوا ببلادهم الجزائر إلى مصاف الأوطان التي وضعت بسمتها أنجدرة وعلى صفات التاريخ الإنساني، وخلدت في أذهان البشرية ما يتميز به الشعب الجزائري من روح الإثارة والتضحية والإقدام. السيد الفريق أضاف أن من أهم الأهداف الكبرى المراد تحقيقها من خلال إنجاح المسار التحضيري والتطويري لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي هو ربح رهان النوعية بكل مقاييسها. إن من أهم الأهداف الكبرى
والمستقبلية المراد تحقيقها من خلال إنجاح هذا المسار التحضيري والتطويري. لون مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي هو ربح رهان النوعية بكل مقياسها وبكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات. هذا الرهان الذي أصبح لازما يستوجبه التماشي السليم مع مقتضيات الوتيرة المتسارعة والحثيثة بل العازمة التي أصبح يتبيعها اليوم الجيش الوطني الشعبي بكل وعي وإدراك. هذا المسار المشروع والطموح الذي بات حتمية لا منص منها في سبيل مضاهة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه الجيوش المتقدمة في عصرنا الحاضر. إننا نسعى من وراء هذا الحصر المخلص والمتفاني إلى مواصلة تعزيز قدرات قوم معركة الجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلته ومكوناته توافق مع مصلحة الجزائر وعزة شعبها التي تقتضي بأن يعمل أبناؤها المخلصين على أن تبقى دوما إلى الأبد ثابتة الأقدام راسخة القيم حافظة لوحدتها ولسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها. وهذا يقتضي بالضرورة تحلي قواتنا المسلحة بكل موجبات الحرس وبكل عوامل اليقظة وبكل مستلزمات الحذر والفطنة والانتباه. هذا وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد جدد في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الرابعة جدد التذكير بمواقف الجيش الثابتة في مرافقة مطالب الشعب الملحة بالتعجيل في إجراء انتخابات رئاسية والتمسك بالدستور كعنوان أساس للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها مؤكدا أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير ويقتضي إجراء انتخابات رئاسية في أجال معقولة ومقبولة. طه بليدي. لحظات تاريخية مهمة تعيشها الجزائر في مسار تصحيح ما خلفته المرحلة السابقة من التسيير غير السوي، لحظات لمرحلة تتطلب رؤية صائبة وقراءة صحيحة للمآلات والتوجهات الممكنة والمحتملة بعيدا عن العبثية والسطحية والاستعراض المجاني حتى تتراءى أولى ضفاف الأمان للوطن. هل يحتمل الوضع التسويف والمماطلة حينما تموج أمواج مخاطر لا استقرار وتحوم على الوطن أكوام من الترصد واللايقين؟ ألا تقتضي أوجب الواجبات تجسيد المطلب الشعبي وإحكام المناعة بانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة إرساء لدولة الحق والقانون؟ في كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أمام إطارات وأفراد وحدات وممثلي مختلف المصالح الأمنية في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة ما يشفي غليل الواقعية السياسية ويضبط نصاب الأشياء. وبخصوص الانتخابات الرئاسية فأنني أود أن نؤكد مرة أخرى بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات في الأجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة وهي أجل معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا مريحا الكفيل بإرصاد دولة الحق والقانون. المرحلة هي من الصعوبة والصدمة بما سمحت لعقول وعبثية البعض بأن تجول في فضاءات من الريب والشك حيال ثبات وصمود مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. أود بهذه المناسبة التذكير والتأكيد على بعض النقاط التي تناولتها في كلمات يوم الاثنين الماضي بعين المناص بالنظر لما لها من أهمية على مصير البلاد وهذا الظرف الحساس
الذي لا يزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور بل تفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات متناسيين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبموقفها الرياضية الثابتة هي من تكون دائما القدوة ليس العكس رغم أنها تعلم موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة انطلاقا من إيمانه بأن الدول العصرية هي دول المؤسسات. وكما أن لا شيء يضاهي المواقف الصريحة الواضحة فإن لا شيء يماثل لغة العقل والضمير الحي. هذا الشعب الذي عمدت العصابة إلى تجويعه أقول تجويعه ويلحق الضرر به وهو ما يدعونا في كل مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم وننوههم بشجاعتهم وإصرارهم على تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين. مفسدون خططوا لإدخال الوطن في متاهات مظلمة غارقة في التيه فلا ينتصرون نصر لا ولن يتأتى لهم ما دام هناك تمسك بالدستور كعنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها وعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي التواق إلى الانعتاق من المرحلة السابقة وقد تحقق له من ذلك الكثير ولم يتبقى له إلا وثبة واحدة هي التعجيل بالانتخابات الرئاسية. ودور الجيش في مرافقة الحلول محل تثمين من مختلف فعاليات المجتمع المدني بالنظر إلى المرحلة التي تتطلب الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية إليكمها في هذه التصريحات. دور الجيش دور ضروري في هذه المرحلة لأنه يجسد ويرافق الحراك من ناحية ومن ناحية يلتزم بالمسار الدستوري وخاصة المادة 7 و8 والتي تهدف كلها إلى إجراء انتخابات فالآن الظروف مناسبة لتحقيق مطالب الشعب وهو الذهاب مباشرة وفي أقرب وقت ممكن لانتخابات رئاسية لماذا؟ لأن هناك تحديات كثيرة تحديات سياسية تحديات اقتصادية تحديات خارجية التجربة الجزائرية تجربة فريدة من نوعها سواء من حيث بدايتها أو من حيث الإجراءات التي تمت فيها فلم تحدث في أي دولة من دول العالم كما قلت من حيث الإجراءات من حيث عملية مكافحة الفساد من حيث المطالب يعني تقريبا تجربة فريدة من نوعها وهذه التجربة لا يجب اختتامها باستنساخ تجربة أخرى تتناقض مع مصالح ومطامح الشعب الجزائري الهادفة إلى تحقيق مصالح الشعب إحنا ماذا بنا يكون انتخابات وإنما تكون شفافة نزهة في 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 وقت محدد إن شاء الله في أقرب الأجل وهذا ما نتمناه الجزائر ونتمناه الصالح للجزائر إن شاء الله الجيش الوطني الشعبي دار مبادرة مليحة ونتمنوا الخير للبلاد احنا كمواطنين نتمنوا الخير للبلاد انا نظن المبادره تاع الجيش الوطني الشعبي للتسريع باجراء الانتخابات الرئاسيه هي الحل الوحيد في الفتره الحاليه لانه البلد يمر بفتره عصيبه ولازمنا رئيس وردا على دعاه المرحله الانتقاليه والمجلس التاسيسي كل مد تحية لقائد الأركان المجاهد أحمد قايد صالح الذي أنقذ البلاد من عواقب وخيمة الانتخابات لازم الانتخابات لازم الرئيس دولة بلا رئيس ماشي دولة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ينتخبوا رئيس ما يكون مليح سقم البلاد ماذا بينا إيه حال ما يستمشي غير أنا ماخش احنا نتمنى ان شاء الله الانتخابات تمر في ظروف حسنه وبكل شفافيه وبقناعه للشعب ان شاء الله يكون قانع ونديروا نسطروا نفيدوا لود كما يقولوا بالفرا يعني طريق خريطه الطريق تكون بناءه والناس كامل تقتنع بها
ونروحوا البعيد بها وننتخبوا رئيس وطني يحب بلاده ويحب شعبه ويروح البعيد إن شاء الله وننميوا البلاد ونخرجوا من الأزمة الفكرية قبل ما تكون اقتصادية، لأن أزمتنا أزمة فكرية. Les élections sont importantes pour avancer le pays, mais لازم la transparence. La transparence et la sincérité. دونك ما فهمتش واش محبين يلحقوا هذوك، والله ما فهمت. جوسكا كون هكذا حنايا. إيه عندنا على علم واحد الحمد لله مبكري حنا هكذا. إيه التخلط هذا والله ما فهمت. نار كامل ما في الخارج يا هضروا كذا حنا بكري عم بالنا صح يحبوا بلاد، بصح كي بدينا نشوفوا لي فيديو تاعهم على بالنا بانوا على حقيقتهم. واني نهضر من قلبي والناس على بالهم قسما بالله. هادو ما نبداش نقول الاسماء تاع اليوم في الانجليزي اليوم في فرنسا اللي كذا واه يهضر على الجزائر اروع لهنا ومقطع في بلادك. ايه الحل بالنسبه لك هو بيان سور واش نقول ما عنديش انتخابات بصح عامين ثلاث سنين اربع قعدوا هكذا حنايا. ايه جوسكا كون هكذا ما فهمتش انا والله ما فهمت. الجيش الجزائري راه قايم بالواجب تاعو على اكمل وجه. وراه وقفنا على البلاد وصاهر عليها والحمد لله. مرافق الجيش كانت في المستوى في مستوى الحراك مستوى الشعب في خدمة الشعب وربي إن شاء الله نتمناو الخير للجزائر. جيج لو كان ماشي جيج دعوة زكات لي فرونتيير عندنا العدوى عندنا نو زافون دي زينمي الجيج سي غراس الجيج كو لالجيري تيان دوبو. ايوا حنا ماذا بينا بلادنا ما تقعدش بلا رئيس. احنا ماذا بينا الانتخاب يكون عندنا رئيس يكون عندنا كذا وكاين مشاريع راهي مبلعه كلشي راه مبلعه كي شوفي رانا بلا خدمه لا ردمه كلشي مبلع مشينا البنك ما كانش بيرو مندفر ما كانش لا خدمه لا والو هما نهار اللي يجي رئيس ان شاء الله تريق الامور ان شاء الله. انا اللي نشوف باللي لابد من الاسراع في الانتخاب باجراء انتخابات حره ونزيهه وشفافه. حرة ونزيهة وشفافة لأن هذا التسيب اللي فيه البلاد ونرى أن البلاد متوقفة في عدم وجود رئيس جمهورية رئيس الدولة عنده صلاحيات محدودة غير رئيس الجمهورية ونرى أنه لا بد من الإسراع في الانتخابات ومع الانتخابات عاجلة وتأخيرها ربما عنده آثار سلبية على البلاد وعلى العباد كذلك. تم أمس بمقر الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عقد لقاء تشاوري لفعاليات المجتمع المدني ممثلة في المنظمات الطلابية والجمعيات الوطنية والمحلية. نعمة منحور. من بين المشاركين اليوم في هذا اللقاء مجموعة من شباب الحراك جاءوا من حوالي 40 ولاية نظموا لقاءهم هذا عبر صفحات الفيسبوك للمشاركة في الحوار وإيصال اقتراحاتهم. نحن أبناء الحراك الشعبي النوفمبري نريد الانتخابات في أقرب وقت ممكن نريد الانتخابات أقرب ممكن. مشروع أبناء الحراك الشعبي النوفمبري مهيكلين في أكثر من 40 ولاية ينادون بتحديد ليس فقط إجراء الانتخابات تحديد إجراء الانتخابات في وقت قصير مع ضمان آليات النزاهة والمصداقية في العملية الانتخابية. الجيش خط أحمر من أول جندي إلى قيادة الأركان ليست هذه المرحلة لكلام عن الجيش. الجيش يسير في الحراك يسير في الشعب ونثمنوا العدالة اللي راهي تمشي في المجرى الصحيح وإن شاء الله نمشي الانتخابات في أقرب وقت ونعجلوا ونشكروا المؤسسة العسكرية اللي راهي واقفة مع الشعب هذا مدة 6 شهور اللي ما صرات فيها حتى حاجة. توصلنا أختي اليوم في الحديث في لجنة الحوار إلى الموافقة الإجماعية على مساندة المؤسسة العسكرية في حيادتها وفي حنكتها لتسيير الأمور وفي محافظتها على الأمن والأمان وأمان البلاد والعباد حتى الوقت الحالي. مداخلات ممثلي الجمعيات الوطنية والمحلية وممثلي المنظمات الطلابية التي كانت حاضرة هي الأخرى في هذا اللقاء تمحورت معظمها حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الأجل. اللقاء اليوم كانت لديه نتيجة الحمد لله وإن شاء الله ستتم وتؤجل الانتخابات الرئاسية وإن شاء الله فيها خير برب إن شاء الله. نريد انتخابات رئاسية في أقرب وقت نريد إنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط بها الدولة
الجزائرية وفق الحل الدستوري والمقاربة التي تدعو بها المؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية. الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التقت أيضا ضمن سلسلة مشاوراتها ممثلي فعاليات المجتمع المدني لكل من ولاية بجاية، تيزي وزو والبويرة. كما التقت أيضا الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عددا من الأحزاب السياسية وجمعية العلماء المسلمين، تقول دلال البطبة. لجنة الوساطة والحوار وفي لقاءاتها مع الأحزاب السياسية شكل الإجماع على الذهاب إلى رئاسيات في أقرب الأجال نقطة التقاء. يعني هناك تبادل آراء وكذا، وعطينا وجهة النظر تاعنا كحزب سياسي والمقترح نتاعنا للخروج من الأزمة الحالية. وفي صلب المقترحات تأتي الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات ضامنا أساسا في المرحلة المقبلة. هيئة وطنية مستقلة ذات مصداقية تكون ممثلة ومكونة من قضاة ومحامين وموثقين ومحاضرين قضائيين وأساتذة جامعيين وبعض فواعل الحراك ومؤسسات المجتمع المدني. جمعية العلماء المسلمين بدورها ترى عدم المساس بالثوابت الوطنية في هذه المرحلة من الأولويات. الوحدة الوطنية شيء مقدس بالنسبة للجميع، وما يضمن الوحدة الوطنية كالعلم الوطني والشعارات الوطنية هذه أيضا ينبغي أن نؤكد عليها لأنها هي صمام الأمان. استقبل أمس رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية أندونيسيا البروفيسور أسوانتو، حيث تم استعراض مستوى التعاون بين المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الأندونيسية وإمكانية تعزيزه مستقبلا. وفي لقاء علمي نظم بالمناسبة كشف فنيش عن تلقي المجلس الدستوري أول قضية في إطار الدفع بعدم الدستورية تعزيزا لمبدأ تكريس الحقوق والحريات. استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم وفدا من المحكمة الدستورية لأندونيسيا يقوده نائب رئيس المحكمة أسوانتو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. اللقاء كان فرصة لتباحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. عرض وزير الموارد المائية أمام المشاركين في فعاليات الأسبوع الدولي للمياه بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية عرض تجربة الجزائر في التحكم في ندرة هذا المورد الحيوي من خلال انتهاج سياسة الإدارة المدمجة للمياه. وعلى هامش فعاليات هذه التظاهرة الدولية التقى علي حمام نظيره الكوري، حيث بحث إمكانية تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة الكورية في مجال الموارد المائية. كما شارك الوزير في المركز الكوري لتكنولوجيا المياه واطلع على المعرض المنظم بهذه المناسبة للتعرف على أحدث التكنولوجيات والتجهيزات في المجال. تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي تم أمس تنصيب المجلس الوطني لشعبة الإبل. وفي هذا الإطار استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الإبل وأعضائه، حيث تم التأكيد على وضع مخطط عمل لتحسين وتطويره هذه الشعبة. إلى ملف الدخول المدرسي، حيث تابع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد الدخول المدرسي الجديد بولاية تمن راست، معلنا بالمناسبة عن فتح مركز لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا بالولاية المنتدبة الحدودية عين قزام، مما سيساهم في التخفيف من معاناة المتمدرسين. محمد أمين بوتومي. ربما أهم ما بحث عنه أولياء التلاميذ بالمقاطعتين الإداريتين عين صالح وعين قزام خلال زيارة وزير التربية الوطنية هو تعديل التوقيت الدراسي نظرا لظروف المنطقة المناخية. تكييف التوقيت
هو يعني محتمل ووارد، وحتى هناك تكييف في الصائفة هذه تحت التوقيت، لكن لابد أن نعلم أن التلميذ الجزائري أو الطفل الجزائري في ربوع الوطن يدرس نفس البرنامج، وأقسام الامتحانات تجتاز نفس الامتحانات ونفس المواضيع وفي نفس الأجال. إذن كل وقت نضيعوه في هذا الدخول سيتداعى، سيذهب إلى تأخر في تنظيم الامتحانات. هناك عدد معين من الأسابيع لابد أن يضمن وأن يؤمن لأبنائنا، وبالتالي نحن نجتهد لكي يرضى الجميع. لدينا مطالب، أول نريد مركز البكالوريا. وزير القطاع استمع كذلك إلى انشغالات التلاميذ بالهياكل التربوية التي تفقدها. حميدوش، أنت طلبت باسم زملائك أن يكون مركز إجراء البكالوريا في عين قزام في هذه المنطقة الجنوبية الحدودية، ووزير التربية قرر أن يكون مركز إجراء البكالوريا في عين قزام. لن يتنقل أحد خارج عين قزام ليجتاز البكالوريا. نطلب منكم كذلك أنه النسبة على النجاح كما درنا هذا القرار في تيزا وطين، والنسبة على النجاح 60% أكثر حتى من النسبة الوطنية، لازم هنا إن شاء الله تكون النسبة أكثر حتى من 60% تكون مليحة. برنامج الزيارة شمل كذلك معاينة وتدشين ثانوية بعين صالح وأخرى بعين قزام، ليكون لعمال القطاع بالولايتين المنتدبتين حظ من قادم مشاريع السكنات الوظيفية. هذا وعرف افتتاح الموسم الدراسي الجديد أجواء مميزة وتنظيما محكما، كما شهد دخول عدد من المنشآت التربوية الخدمة لفائدة التلاميذ في مختلف الأطوار. ملخص في الموضوع مع مريم ثابت سيد أحمد. أشرف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بالجود على انطلاق الموسم الدراسي بكل من ولايتي مستغانم وغليزان، حيث نوه بالمجهودات المبذولة التي مكنت من إنجاح الدخول المدرسي، حثا الأسرة التربوية على تكثيف جهودها لإنجاح الموسم الدراسي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد من جهته اطلع بولاية تلمسان على ظروف التحاق التلاميذ بمدارسهم، حيث دشن متوسطة ببلدية بن مستار، كما وقف ميدانيا على سير عملية التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد بجامعة أبو بكر بالقايد. هذا وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ولاية لبيض على تدشين مدرسة ابتدائية جديدة حملت اسم الشهيد الشيخ بن ديدة، حيث حضر الدخول الرسمي والدرس النموذجي. وبالمركز الجامعي وقف عند سير عملية التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ودشن مجموعة من المخابر البيداغوجية. ومن جهته أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب بكل من ولايتي تبسة وخنشلة على افتتاح الموسم الدراسي الجديد. وبولاية أم البواقي وقف وزير الطاقة على ظروف التحاق التلاميذ بالمدارس، حيث ثمن تجربة استعمال الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أشرف بولاية قسنطينة على انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حيث توجه إلى عدد من المؤسسات التربوية بالمدينة الجديدة علي منجلي للإشراف على الدرس النموذجي في مغزى حب الوطن. هذا وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد قد عقد لقاء صحفيا على هامش الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة بولاية غرداية، رد خلاله على انشغالات أعيان المنطقة وأولياء التلاميذ، وقدم شروحات حول مشروع رقمنة المدارس الحرة. أطلق التلفزيون الجزائري أمس بوابة إلكترونية جديدة تمكن الجمهور من المتابعة الآنية للأخبار والبرامج التي تبث على القنوات الخمس للتلفزيون الجزائري. البوابة الإلكترونية التفاعلية هذه تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالتلفزيون الجزائري بكل قنواته، وتمكن المشاهد الكريم من التواصل المستمر والمشاركة باقتراحاته بخصوص مختلف البرامج. شيعت أمس بمقبرة القطار بالعاصمة جنازة فنان الأغنية الشعبية والأندلسية محمد العقاب، وإثر هذا المصاب الجلال يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان ربحي إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الفنية بأخلص التعازي والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة
وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أخبار دولية في شريطي المختصرات مع مجد جنس. رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة يعلن عن شروعه في مساعي لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بالأزمة لإنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد، مشددا على أهمية الإغلاق التدريجي لجميع مراكز المهاجرين واللاجئين بليبيا. في بريطانيا، مجلس العموم البريطاني يرفض تأييد دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 15 من أكتوبر المقبل، حيث لم يبلغ عدد المؤيدين ثلثي أعضاء البرلمان، وهو العدد المطلوب وفقا للقانون لتمرير طلب جونسون. وكانت أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والوطني الإسكتلندي قد امتنعت عن تأييد إجراء انتخابات مبكرة بعد أن نجحت في تمرير مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق نهاية أكتوبر المقبل. بعد أن خلف 20 هالكا على الأقل وخسائر مادية معتبرة في جزر الباهاماس، إعصار دوريون يتجه إلى السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية مصحوبا برياح قوية قاربت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. وإزاء ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أن كل الإمكانات سخرت لمواجهة الوضع، مطالبا المواطنين بالتحلي بالحيطة والحذر. ختام النشرة ولمن فاتته عناويننا الإلكترونية تبقى في الخدمة. ليلتكم هادئة وسعيدة، إلى اللقاء.